بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا نهاء مالك من قناه نافوق. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه اقتصاديه جدا، وصفه للناس مرضى السكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، وكمان للناس اللي بتعمل دايت، هتبقى جميله جدا وسهله جدا واقتصاديه جدا. ويلا بينا على المطبخ نافوق نشوف هنعمل الوصفه القمر دي ازاي. عملنا ايه بقى؟ ولا عملنا لسه حاجه خالص، هنعمل مع بعض ان شاء الله. جبنا البتنجان، هتجيب البتنجان على قد ما انت عايز او على قد افراد اسرتك، يعني بس يا ريت يكون كبير كده، يعني زي ما حضراتكم شايفين الكبير كده. وروح عاملين ايه بقى؟ مقشرينه زي ما حضراتكم شايفينه كده، بس تقشريه تخليه يعني مخطط كده، ده هيديك شكل جمالي في البتنجان من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه هيحافظ على قوام البتنجان. القشره اللي انت شايفاها دي هتحافظ لك على قوام البتنجان، لما ما يستوي مش هيبقى طري زياده عن اللازم ويتقطع وكده. ده بالنسبه لتقشير البتنجان، هتقشريه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونروح مقطعينه بقى. نقطعوه بس شوفي وانت بتقطعيه بقى، قطعيه حلقات تكون سميكه. ليه بقى؟ علشان لما ما تستوي ما تنشفش منك في الفرن من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه علشان تشيل كل الحاجات اللي هنحطها عليه، فلازم تكون سميكه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. نقطع بقى كل كميه البتنجان، والحته اللي هي التحتانيه اللي خالص ديت او الفوقانيه اللي خالص في البتنجانه شيلي حته منها صغيره بس عشان تعملي لها قاعده، علشان لما تحطيها في الصينيه تبقى قاعده مكانها كده ما تتحركش. خلاص هنا بقى بنقطع بقيه البتنجان، هنرصه بقى ونعمل ايه بقى، ونرش عليه شويه من البهارات. انا عندي بهارات نوفوت هرش منها على البتنجان. طب انت ما عندكيش بهارات؟ شوفوا هنا الحته اللي فوق ديت بشيل دوبك علشان بس تبقى مكانها كده، نعمل لها قاعده. يعني ما عندكيش بهارات نوفوت هتعملي ايه بقى؟ هقول لك انا، هتجيبي طبق تحطي فيه معلقه ملح، ونص معلقه كمون، ونص معلقه كزبره، ونص معلقه من الثوم الباودر، عشان تطعم لك البتنجان نفسه، البتنجان نفسه البطاعي. خلاص؟ وتروحي رشه رشه، وتروحي قلباه، وتروحي رشه عليها كمان رشه من البهارات اللي قلت لك عليها دي، علشان يبقى متحيقه، يعني تبقى الاكله متحيقه كده وطعمها جميل. لان انت لو نسيتي دي هتحس ان البتنجان دلع، مش حلو. فلازم الخطوه دي. طيب احنا كده مش هنقليه، احنا بنقوله دايت يبقى هنقليه ازاي في زيت؟ لا مش هنقليه خالص، لا احنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الصينيه ونحط فيها بالفرشه كده نمسحها زيت زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، يعني اللي في الطبق ده معلقه زيت. هنعمل بقى ايه؟ هنمسح بالفرشه الصينيه زيت، ونمسح وش البتنجان لما نرصه من فوق، علشان هتدخليه في فرن سخن، والفرن يكون شغال من فوق ومن تحت، ياخد لون من فوق ولون من تحت. وبعد كده نبدا نشتغل فيه. شايفين هنا لما لقيتها مش هتقعد مكانها كده رحت مسوياها. طيب انا دلوقتي مش عايز تعملي في الفرن، خلاص احنا هنعمل بطريقه ثانيه دلوقتي حالا، وهوريكم ازاي نعملها مش في الفرن. هنفضل قطعتين اهم هنعملهم بطريقه ثانيه خالص. شايفين يا دوبك بالفرشه زي ما قلت لكم، هي معلقه الزيت اللي في الطبق دي هي اللي هنطبخ بيها يعني، وهناخدها دلوقتي ونعمل منها العصاج، يعني بقيه معلقه الزيت اللي هنشتغل بيها. يعني بص حاجه يعني على عدد الافراد الاسره قد لا تذكر يعني. خلاص بس هنعمل ايه بقى؟ نعمل العصاق. هنجيب زي ما انت عايزه تحط اللحمه الاول، زي ما قلت لكم ما بتفرقش في الطعم خالص خالص خالص. حطينا الماده الدهنيه اللي انت ليه معلقه زيت يعني، معلقه صغيره كمان، وحطينا عليها نزلنا عليها بالبصل، ونزلنا من نفس الخلطه اللي حطيناها على البتنجان على البصل، نديله بس تشويحه صغيره كده، نحط له بقى شويه فلفل كمان عشان اللحمه دايما والعصاك بيحب الفلفل الاسود. ممكن تحط له كمان معلقه صغيره من السبع بهارات لو انت عايزه، مش عايزه خلاص انا هنا حطيت. ونستنى بقى لما ريحه البهارات تطلع علينا كده ونشمها، نبدا نحط اللحمه بتاعتنا. نحط اللحمه وننزل بقى ايه، حطينا كده اللحمه بتاعتنا، قلب بقى لحد اللحمه ما تاخد لون، بس ان الاضاءه هنا جامده شويه فمدينا الوان مش طبيعية يعني. خلاص نقلب بقى عشان نسوي ال، خدوا بالكم احنا البتنجان في الفرن شغال، دخلته على فرن سخن وشغال من فوق ومن تحت، الشواية شغالة واللي من تحت شغال، عشان انا عايز ياخد لون من فوق ومن تحت. لو ما عندكش الشواية عايزة تحطيه في الفرن هتحطيه لما ياخد لون تبدأي تقلبيه الناحية التانية، أو هتعملي بطريقة تانية خالص هوريها لكم دلوقتي حالا. هنا خلاص اللحمة بدأت تدخل في سوا، وشرطة الجزرية وحطيتها تدينا الوان وتدينا برضو قيمة غذائية حلوة جدا، وحطينا فلفل، ممكن تحط فلفل الوان تبقى سلام برضو جميلة جدا. ونقلب بقى كله مع بعض وخلاص كده احنا ايه، العصاق بتاعنا يعتبر كده خلص. شايفين بقى؟ تجيب الطاسة زي دي هتمسحها بالفرشة زي،
وترص فيها البتنجان وتحطها على النار، بس النار تكون ايه اول الطاسه ما تسخن تهدي النار، وبعدين تغطيه وتسيبيه شويه وتقلبيه، يبقى زي الفل كده رصينا البتنجان بتاعتنا. كل البتنجان ده بقى اتعاملي وياه بعد كده كانه ايه العيش بتاع البيتزا يعني، كانها بيتزا فعلا. حط رصيناه في الصينيه، وهنحط على كل دايره من دول نحط عليها معلقه بقى من اللي احنا من العصاج اللي احنا عاملينه، اللي هو كان لحمه وبصل وجزر وكمان وفلفل. خلاص حط بقى، خلاص الاكل بقى صح ظهرت كده بدات تبقى، بقول لكم جميله جدا يعني، وطعمها على فكره حلو جدا. خلاص بقى نخلص كل الكميه بتاعتنا ونبدا نحط ايه بقى، مش بيتزا بقى لا بيتز، نسوي بس السطح بتاعها سطح اللحمه من فوق، وهاتي بقيه طلبات البيتزا اللي هي ايه، نحط طماطم، نحط فلفل اخضر، نحط زيتون، يعني اللي موجود اقضي بيه، مش موجود والله ممكن تحطها كده، مش عايز اي حاجه خالص يعني. وخدي بالك هي كل حاجه مستويه، يا دوبك احنا هنحطها بس في الفرن كده ايه تتشمح كده، والجبن اللي هنحطها تسيح وخلاص. هنا بنحط الطماطم والزيتون زي ما قلت لكم، زيتون حلقات، ونحط فلفل اخضر عشان تبقى اكله كامله متكامله يعني، مش عايز حاجه تانيه جنبها خالص. هنجيب بقى الجبن بتاعتنا، لو انت مش عايزه جبن بلاش، مش لازم خالص جبن على فكره، الناس اللي بتقلم الجبن بلاشها خالص. لكن هنا انا هحط جبن، هتحط بقى الجبن ما شاء الله، هتحط على كل واحده برده معلقه جبنه كده، وتروح حاطاه بقى الفرن لسه سخن، هنحطها في الفرن ربع ساعه بالكتير، هتبص تلاقي ايه بقى اللي هيحصل، الزبده زبده ايه الجبنه هتسيح على البتنجان كده، وهيطلع لك بقى كل واحده بوحدتها كده كانك بتاكلي فعلا بيتزا بحق وحقيقي يعني، مش هزار يعني. خلاص انت عندك جبن حط، عايزه تحط جبن حط، مش عايزه بلاش يعني، زي ما قلت لك براحتك خالص، ممكن تستفي لحد اللحمه المفرومه كده والطماطم والفلفل الاخضر والكلام ده. انا بحط نوع تاني من الجبن، انا هنا بحط جبنه رومي علشان تدينا طعم للجبن. خلاص الناس بتقول عليها روم والناس بتقول عليها جبنه تركي، يعني زي ما انتوا عايزين كده. يبقى احنا كده ايه خلصنا الاكله بتاعتنا، نحطها زي ما قلت لكم على فرن سخن ونشوف هتطلع شكلها ايه. وممكن تجيبي ايه بقى، تجيبي اسمه بابريكا وترش على الوش، على كل واحده كده ترش رشه بسيطه خالص من البابريكا، بتديها لون جميل جدا. بس هنا انا ما عملتش يعني، بس هي فكره جاتني وانا بتكلم معاكم دلوقتي، بس بتبقى حلوه جدا برده. يلا ايه رايكم بقى لما طلعت، هي ربع ساعه بس في الفرن طلعت بالشكل والجميل اللي حضراتكم شايفين ده، يعني حاجه كده جميله جدا، وان شاء الله هتعجبكم، يا رب تعجبكم. وان عجبتكم يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير، وتنوروني في قناتي، وتنوروني في صفحه نوفود على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.